طيب عبد الله من ليبيا، تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحن نصلي التراويح وما نقوموش بعد الصلاة إلا بعد يخلص الإمام، يعني حتى بعد الوتر فنجلس 5 دقائق حتى يقوم الإمام فنقوم معه. لو انصرفتم بعد السلام، لو انصرفتم بعد السلام لا حرج عليكم، لأن الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف من الصلاة، ينصرف من الصلاة، لأن الإمام الإمام قد ينشغل، قد يجي واحد يسأله، قد يجي واحد يقترح عليه اقتراحا، ولذلك تستطيعون الانصراف بعد سلامه وسلامكم معه بعده بأجر كامل إن شاء الله. أم مروة تفضلي. أم مروة، أم مروة من المغرب. طيب ألو. أي نعم يا شيخ، عندي لك سؤال. نعم. أنا في بداية سن المراهقة كنت أمارس. طيب لحظة يا أم مروة، لحظة، هذا سؤال خاص فيما يظهر ما يناسب عرضه على الملأ، لا يناسب عرضه على الملأ. الآن يخرج عندك الرقم الخاص، أرسلي عليه السؤال. في بعض الأسئلة سبق أن نبهت مرارا أيها الإخوة والأخوات، واحد مثلا يسأل عن معصية وقع فيها، واحد يسأل عن شيء خاص يعني ما يناسب ذكره، بعض شؤون النساء أيضا ما يناسب عرضها على الملأ، لا تعرض على ملأ. وأصوات الناس بعضها يعرفه بعض الناس يعرف أصوات بعض، فإذا يعني وقال عليه الصلاة والسلام مرأة عورة، فما شأنه الاستتار والإخفاء يستر ويخفى، يستر ويخفى، ما نجاهر ولا نعلن، اللي فيه حرج ما خلاص. في طرق أخرى للسؤال. عبير من الأردن. ألو. نعم نعم. بحكي شو جدوري ولا شو؟ تفضلي. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بدي أسألك ما يشوف إذا يعني بجوز إحنا عشان من الأردن أوضاعنا صارت صعبة عشان هالحروب والحروب والأجرة ارتفعت، كيف بحكي إذا الواحد بقدر يأخذ البنك الإسلامي أو البنك الراشي؟ طيب. وفاء من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين تفضل. نعم. عندي سؤالين. نعم. سؤالي الأول عن الأمور الربوية. عندي مال في بنك ربوي، لكن أنت هذه الأموال الربوية عندما يدور العام هذه الفائدة أخذها، ولكن لا أعرف أي مصدر يعني أضعه، أعلم أنه لا يتوضع في بناء مسجد مثلا. طيب أعطيني السؤال الثاني. أي مصدر خلص من هذه الأموال الربوية؟ السؤال الثاني. طيب أبو عمار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مصابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أخت وفاء من الجزائر تسمعين الجواب إن شاء الله على سؤالك، أين مصارف الربا التي يضعها البنوك الأموال الربوية، وين تصرف، أين تصرف؟ أبو عمار تفضل. نعم أحبك الله يا شيخ مصابة. أحبك الله، أهلا وسهلا يا أخي. الله يسلمك. رجاء أحيانا بصل أواني كبير عمر مرات يعني يصير عندي سهو، فلما نقرأ الفاتحة ما أنتبه إلا أقول ولا الضالين، فهل يجوز إعادة الفاتحة في الصلاة؟ فهل يجوز إعادتها مثلا في الأذكار؟ طيب تسمع الجواب. لو واحد قرأ الفاتحة ساهيا وما انتبه إلا في التأمين، هل يشرع له إعادتها؟ هل يعيدها؟ هل عليه أن يعيدها؟ أحمد من تونس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسألك، هل التكبير الثالث في صلاة الجنازة يعني لديها المأثورة، هل في أكثر من حديث يعني لدعاء مأثور؟ ممكن تذكر لي
الأحاديث في هلال يا معثور وجزاكم الله خيرا. يعني قصدك ما هي الأدعية التي تقال بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة نعم. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب، الأدعية التي تقال بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة. أبو عبد الرحمن من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفا الله عنك شيخنا، عندي بعض الأسئلة الله إذا خير تسمح لي. تفضل يا أخي. السؤال الأول الشيخ، بالنسبة للزكاة التي يعني كاسدة أو ملتها أو بالنسبة لإيش يا أخي؟ أراضي يعني حصل عليها الإنسان عن طريق الهبة، كيف تؤدى زكاتها؟ إذا ما نوى بها التجارة فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيها. نعم. طيب والأرض الكاسدة؟ هل هي معدة للبيع؟ نعم. طيب الآن أنت شريتها مثلا بمليون، طيب؟ ثم كسدت. لابد يكون في سعر، لو قلت لك اعرضها به الآن يجي زبون على طول. يعني شريتها بمليون، قلت لك 900,000 في واحد يشتري؟ تقول لا. 800,000 لا. 700,000 لا. 600,000 حتى نصل إلى سعر للبضاعة الكاسدة هذه، لو عرضتها به الآن يوجد زبون، هذه اللي تطلع عليه الزكاة. بارك الله فيك. فإن قلت ما عندي سيولة، نقول سجله دينا على نفسك على كل السنوات دين، وإذا بعت صار عندك سيولة طلع تبع السنوات الماضية كل سنة بحسبها. طيب تفضل يا الله يجزاك. طيب الشيخ عندي سؤال بعد. نعم. بالنسبة بارك الله فيك الشيخ، لو توضح لي الله يجزاك خير بتفصيل نجاسة دم الإنسان المسفوح بالتفصيل الله يجزاك خير، لأن هاي مسألة شوي ناقشناها، فنريد إن شاء الله تعرض لنا إياها بالأدلة الله يجزاك خير الشيخ. طيب تسمع الجواب، حكم الدم المسفوح دم الإنسان، هل يدخل في الدم المسفوح؟ ما حكم النجاسة الطهارة؟ فؤاد تفضل من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحبك كثيرا. حبك الله يا أخي. يا شيخ عندي سؤال فيما يخص الحجاب الشرعي فقط. أيوة. أنا أستاذ يا شيخ، تقدمت للعديد من البنات الجزائريات للخطبة، ولكن وفيت لأني طلبت كشرط أن تكون البنت التي أتزوجها تلبس الحجاب الشرعي، وكلهم رفضوا هذا السبب. عجيب يا أخ فؤاد. أنا يعني عندنا الآن من الأخوات من الجزائر نفسها المتحجبات من طلبت البحث لها عن زوج، أجل هذا معناها لعلنا ندلك إن شاء الله. خلاص إذا أرسل لنا إن شاء الله. أرسل رقمك وهناك إن شاء الله من سوف تجد فيها المطلوب. أرسل رقمك إن شاء الله، نحيلك إن شاء الله وندلك. الأخ محمد من المغرب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي المبارك حيك الله. الله يحييك يا أخي. بارك الله فيك. شيخي المبارك لدي سؤال. أيوة. هل بعد صلاة التراويح، بعد فراغ من صلاة التراويح، هناك دعاء معين؟ مثلا نحن في المغرب في بعض المساجد يقولون واحد دعاء، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله إلى آخره. هل ثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى في معظم من المساجد في المغرب يقولون هذا الدعاء بعد فراغ من صلاة التراويح. والله يا أخي جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. لا أعرف دعاء بعد صلاة الوتر أو التراويح أبدا يقال، إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة بس. وهذا ليس جماعيا، الإمام وحده والمأمومين كل واحد وحده، والمأمومون كل واحد وحده، فهو ليس ذكرا جماعيا. أما دعاء بعد التراويح جماعي هكذا أو دعاء غير هذا
لا أعرف أنه يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا القبيل. أما الدعاء الجماعي فبدعيته واضحة، لكن هل من دعاء آخر؟ لا أعرف إلا هذا، سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته في الثالثة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ده عندي سؤال. أيوة شيخ، هل يجوز أكل اللحم من أي قصاب كان إحنا من العراق؟ فمنعرف منظر إذا كان مسمين عليه لو مسمين عليه. إيش هل يجوز إيش؟ هل يجوز أكل اللحم من أي قصاب؟ هل يجوز أكل اللحم اللحوم من أي قصاب؟ بس ما نعرف إذا كان مصدره مسمين عليه داخلين يعني بسم الله لو ما داخل يعني بسم الله. أيوة أيوة. هل يجوز أكل اللحم ولا نعلم هل سمي عليه أم لا؟ طيب تسمعين الجواب. في أراضي قد بلاد فشت فيها أديان، ملل، نحل، بدع إلى آخره، كيف يفعلون بالنسبة للحوم التي يجدونها؟ بلد فشت فيها ملل، نحل، بدع، شركيات إلى آخره، كيف يفعلون في اللحوم إذا وجدوا لحوما فيها؟ أحمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. زكاة الزرع، القمح والشعير مثلا الذي لا يحصد، يعني يعطى فقط للأنعام مثلا الغنم، كيف تكون زكاته؟ هل يزكى أو إذا كان يزكى كيف يزكى؟ لحظة يا أخي لحظة، زكاة الشعير الذي يعطى للأنعام، ها؟ كيف يزكى؟ الغنم للغنم يعني طيب. يعني لا يحصد. طيب وغير مسقي، يعني غير مسقي، مسقي بماء المطر. أيوة هو مسقي بماء المطر، لكن الآن ما يحصد وبعدين يوضع مثلا في حزم ويباع؟ لا يحصد، يبقى كما هو، يعني يبقى كما هو، لا يحصد، يطلق بالغنم. يعني قصدك واحد صاحب مزرعة زرع شعير وأفلت غنمه عليها؟ نعم خلص، معناه قال الله وآتوا حقه يوم حصاده، واسمها زكاة الزروع والثمار. فإذا ما في زروع وثمار ولا في حصاد ولا في شيء يعني يأكله الناس ولا في شيء يباع، خلص صار هذه أرض للغنم، للرعي أرض للرعي، نعم، وما فيها حصاد. ما فيها حصاد. إيه؟ نعم. تمام طيب حياك الله. طيب أم أحمد طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا شيخ أنا أسأل عن الإمساك عن الطعام، متى نمسك؟ بالأذان الأول أم الأذان؟ الأذان الثاني، أذان طلوع الفجر وليس الأذان الأول. الأذان الأول لإيقاظ النائم، اللي ما تسحر يتسحر، اللي ما أوتر يوتر، اللي يستغفر في الأسحار يستغفر. الأذان الثاني هو تبع طلوع الفجر، هو الذي تمسكون عليه. أم محمد من الكويت. عليكم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية. آمين وإياك. الله يحفظك. أختي مريضة في الدرن. مريضة؟ ما تقدر تصوم. مريضة؟ مريضة في الدرن. في الدرن. الدرن يعني السل. السل. ما تقدر تصوم، تطمع كفارة. إذا قالوا هذا مزمن، ما يرجى علاجه، مزمن في تقدير الأطباء، ما يرجى علاجه، ما يرجى شفاؤه يعني، فتخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم، ممكن تجمعها في آخر الشهر أو ممكن تفرقها في الشهر، مسكين عن كل يوم طعام، وجبة عشاء عن كل يوم، يعني 30 دينار أو 15 دينار. لا هي مو بالفلوس، بل هي بالوجه. أنتوا الآن يعني مثلا عندك، مثلا في البلد عندكم، ها، صحن رز عليه ربع دجاجة، نص دجاجة، كم قيمة هذا الصحن؟ أيوة. المهم لو اشترى 30 وجبة وزعها، 30 وجبة، وجبات تباع في المطاعم، رز ولحم، رز ودجاج، رز، طيب وزعت خلاص هذا المطلوب.
الحمد لله سهلة سهلة. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إذا شخص لديه مبلغ من المال وهو لا يعمل وهذا المال يصرفه على البيت والأجار وغيره، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن عنده مال، حتى لو ينفقه على نفسه، حتى لو ما يزيد، حتى لو ما عنده وظيفة، واحد ورث له ورثة وما اشتغل ولا فلوسه ما تزيد، تنقص فقط. ما دام بالغ النصاب عنده بلغ النصاب، المال بلغ النصاب عليه زكاة. لو جاء وقت من الأوقات وصار المال أقل من النصاب، ضربنا مثال مثلا 1000 ريال أقل من النصاب، ما تبلغ النصاب، لو واحد عنده 1000 ريال سعودي ما عليه زكاة. ليش؟ لأن 1000 ريال أقل من النصاب. فإذا طيلة ما عنده نصاب فأكثر عليه زكاة إذا حال الحول، إذا نزل عن النصاب ما عاد عليه زكاة خلاص. أبو عبد الرحمن من قطر تفضل. أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. قراءة القرآن في المسجد أو في البيت سر ولا جهر؟ مش الأفضل، لو جهرنا يمكن نشوش على زملائنا كذا، والأحسن واللي فيها أجر أكثر إيش؟ جزاك الله خير، مشكور. أسمع نفسك، لا تشوش على غيرك، لكن أسمع نفسك. أبو عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي 3 أسئلة من فضلك. نعم. من هو هارون؟ من هو هارون أخ مريم عليه السلام؟ هذا يا أخي، هارون أخو مريم ليس هارون أخو موسى، لكن بني إسرائيل كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم، فقولهم يا أخت هارون، إذا كان أخوها اسمه هارون فهو اسم على اسم، يعني كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فعمران سمى ابنه هارون على هارون النبي الذي كان من قديم أخو موسى. تفضل. بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الجنازة على إنسان لم يصلي؟ أبدا لا يصلي ولا صلاة. السؤال الثالث شيخ، لحظة، هذا إنسان ما يصلي نهائيا ولا يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ هل صلى رسول صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب؟ لا طبعا ما صلى عليه. بارك الله ما صلى فيه. عليه، لأن الآية نزلت فيه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك وقد نهي عن، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك وقد نهي عن ذلك، وقال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وصلاة الجنازة فيها دعاء بالمغفرة والرحمة طبعا، زد على ذلك أن وفاة أبي طالب كانت في العهد المكي، وينبغي أن نعرف متى فرضت أو متى شرعت صلاة الجنازة أصلا. طيب أبو معاذ من العراق تفضل. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول شيخ، ندخل في المسجد في صلاة التراويح؟ نعم. وما يكون هناك سترة بين المصلي في الصف الأول إلا الإمام يعني، وأحيانا الإمام يتأخر، فنريد أن نصلي يعني في الصف الأول حتى ما يكون هاجر الصف الأول، وفي سترة يصير نصلي في الصف الأول بدون سترة؟ يعني السترة مطلوبة للإمام والمنفرد، المأموم ما هو مطلوب منه سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمأموم ما يطالب بسترة لأن سترة الإمام تكفيه. السترة مشروعة للإمام والمنفرد.
شيخ قبل ما يصلي الإمام بين الجماعة، يعني هل نستطيع أن نصلي يعني بالصف الأول من غير صلاة الإمام يعني بدون سترة؟ لأن ما في سترة بعيدة سترة عننا. يعني الصف الأول ما أمامه جدار؟ جدار بعيد الإمام متأخر جدا. طيب طيب حاملات مصاحف؟ أبدا ما في. خلص إذا ما في خلص. طيب إذا وجدت عمودا في المسجد أو جدارا أو صندوقا أو شخصا قاعدا صليت خلفه كله لا ما. فإذا لم يوجد خلص انتهينا، ما يكلفنا الشرع نروح نجيب سترة من البيت للمسجد. وجدنا الحمد لله، ما وجدنا خلص تسقط لعدم وجودها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصطحب معه عنزة في سفره يركزها رمح قصير يركزها يصلي خلفها. فالمسجد إذا ما وجد جدار عمود، إذا ما في عمود صندوق، حاملة مصاحف ما في حاملة مصاحف، آدمي موجود صلى وراه ما في خلص ليس عليه شيء. أم محمد فضلي. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لو سمحت يا شيخ أنا أبغى أطلع زكاة ذهب مستعمل، أنا ما طلعته، هذه أول مرة أبغى أطلعه. فوزنت الذهب حقي في زيركون، وزنته في البيت على قد معرفتي يعني، وحطلع زكاته إن شاء الله بس بالزيادة، هل يجوز لي ذلك هذا العمل ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما زاد فهو صدقة، لأن الزركون ما عليه زكاة. الألماس، الفصوص هذه للأحجار هذه الثمينة ما فيها زكاة، الزكاة فقط في الذهب والفضة. طيب يا شيخ هل يجوز أني أنا أعطي الزكاة هذه لأهل سوريا، في خالاتي في عماتي في بعضهم الأرامل، هم الحمد لله عندهم أكل وشرب يعني مأمن أكل وشرب، بس يشكون من ضيق العيش وغلاء المعيشة. طيب الفقير والمسكين الذي لا يجد حاجته، يعني ما عنده أكل وشرب أو ما عنده لبس أو ما عنده إيجار بيت أو ما عنده فاتورة كهرباء، لأن هذه أشياء أساسية، أو ما عنده مكيف في الحر أو ما عنده موقد يطبخ عليه طعامه، أو هذه أشياء أساسية اللي ما يجدها يعطى. أما والله نغير جوالات ونغير أثاث ونغير، لا ليس كذلك. أم ناصر تفضل. يا أم ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الجنة يا شيخ. وياكي. أبغى أسأل ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، عندي فيلا وأرض بجانبها، وأريد أن أخذ قرض من البنك من بنوك المملكة المعروفة بحيث أني أرهن الصك، ولكن يعطوني القرض بفائدة يا شيخ، يرهنون الصك ويخيروني السداد 12 سنة أو 15 سنة، فهل هذا في شيء يا شيخ؟ يعني الآن للحصول على السيولة من المصرف في عدة طرق، يعني في عدة طرق جائزة وفي طرق محرمة مثل الربا. إذا أنت أخذت مثلا أسهما مباحة يملكها البنك اشتريتها بالأقساط على مدى 12 سنة أو 15 سنة وحصلت على الأسهم ورحت أنت بعتيها بمعرفتك، أخذت السيولة وبنيتي الأرض وأعطيتيهم الصك رهنا حتى تسددي قيمة الأسهم على مدى 12 سنة أو 15 سنة فلا مانع، هذا جائز. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أحرمنا أنا وزوجي المكة، وزوجي نسى لبس المخيط تحت الإحرام، فذكروا بالطريق وتم نزعه قبل أن نضوف ونسعه. إذا نزعه إذا نزعه أول ما تذكر فلا شيء عليه. نزعه أول ما تذكر قبل الطواف والسعي. المهم بغض النظر، إذا أول ما تذكر نزعه ما عليه شيء. السؤال الثالث. طيب الشيخ السؤال الثالث، المصحف أنا أقرأ من مصحفي، وعندما أقلب الصفحة أظل يدي بريدي، يقول سمعت إنه ما يجوز، هل هو يجوز؟ لحظة. إذا أردت أن تقلبي الصفحة تبل اليد بالريق. ايوه انا كده امسح الصاعي فمي حتى اخذ الصفحه للحاجه لا مانع، وخصوصا ان ما تجي على الكتابه اصلا، تجي على الورق
اللي ما عليه كتابة، طرف الصفحة الهامش ما عليه كتابة. والأحسن يعني إنك إذا قلبتيها بدون ذلك أحسن، ولكن لو فعلتي للحاجة لا مانع. حسين من المغرب، نختم بسؤالك يا حسين. السلام عليكم، أحبك في الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة شيخ. السؤال الأول، شخص يا شيخ توضأ وبعد انتهاء من الوضوء وجد على شعر رأسه مادة تحول بين وصول الماء إلى الشعر. يعيد لحظة يعيد من مسح الرأس، يزيلها ويمسح الرأس ويكمل. فإن طال الفصل يعني ما اكتشف إلا بعد ساعة لازم يزيلها ويعيد الوضوء كله. السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ، هل يشترط إسالة الماء أثناء الغسل على جميع البدن أم يكفي أن يصل الماء مثلا عن طريق الدلك مثلا؟ لا، الدلك ما هو شرط، فلو سال الماء سيلانا على العضوي أو الجسدي يكفي. لكن السؤال يا شيخ، مثلا سكب شيء على من الماء على العضو ثم أوصل الماء إلى سائر العضو عن طريق الدلك، خلاص الحمد لله حصل المقصود. السؤال الثالث يا شيخ، تحديد وزن يومي، مثلا يقول أقرأ من القرآن كل يوم مثلا 3 أجزاء يواظب على هذا يوميا، هل هذا العمل شيخ مشروع؟ نعم لا مانع من ذلك، هذا ورده اليوم القرآني، وهكذا كان الصحابة أصلا مثلا يختمون في أسبوع في 5 أيام معناها في قدر معين كل يوم يقرأه، اللي يختم في شهر في قدر معين كل يوم يقرأه، هذا القدر المعين لما يواظب عليه كل هذه المدة لا مانع، وتنتظم ينتظم أمره في القراءة. والطريقة الأخرى أن يقرأ على حسب نشاطه، طبعا معروف هذه لا مانع. حياك الله يا حسين، أثابك الله. نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. طيب، يمكن كان سؤال الأخت بالنسبة للسؤال، لعلها بدأت بسؤال، نرى أنه هل وصل سؤالها أو هل جاء سؤالها. كانت الأخت من المغرب، كانت الأخت من المغرب، ننظر في الرقم الأسئلة هل ورد هذا السؤال سؤالها. طبعا كان السؤال يبدو يعني فيما يبدو والله أعلم أنه لو أن شخصا وقع في الاستمناء وهو صائم فماذا يجب عليه وإذا ما قضى المدة الماضية؟ يجب عليه التوبة إلى الله، ثانيا قضاء الأيام تلك، يعني لما يقول واحد أيام المراهقة أيام البلوغ كنت أفعل أشياء تفسد الصيام، من تعمد نزول المني مثلا في اليقظة، هل نقول التوبة وقضاء الأيام؟ فإن قال أنا ما أتذكر بالضبط كم، نقول قدرها بما يغلب على ظنك، قدرها بما يغلب على ظنك إنه ما هي أكثر من كذا، ليست أكثر من كذا. طيب، وأطعم مسكينا عن كل يوم كفارة التأخير، لأنه هذه من أيام المراهقة، من أيام البلوغ، يعني صلى سنوات ما قضاها. طيب، تقول هل نقترض لسداد الإيجار؟ قروض القرض ما هيكون ربوي، يعني مثل قضية التورق، هذه واحد يشتري سلعة يملكها البنك بالآجل ثم يبيعها نقدا هو معرفته وليس للبنك ولا لشخص له علاقة بالبنك، هو يبيع ويأخذ السيولة يستفيد منها ثم يسدد بالأقساط إذا احتاج فعل ذلك. طيب، في طبعا أسئلة التطبيق، أسئلة التطبيق أيضا كثيرة. يقول هل يجب تغطية قدم المرأة كاملة في الصلاة؟ نعم، يجب على المرأة أن تستر قدميها بالجوارب، ويحرم عليها كشف القدمين أمام غير محارمها من الرجال، وهذا عند الأجانب. بالنسبة للصلاة أيضا عليها أن تغطي قدميها، لأن حديث أم سلمة تصلي المرأة في درع وخمار، الدرع يعني قميص والخمار غطاء، الغطار معروف،
ليس لها إزار، فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يعني مثل الفستان الآن طويل يغطي ظهور، لو كان يغطي ظهور. كذلك بعض يعني شراشف الصلاة، ما يسمى بشراشف الصلاة، طويلة تغطي ظهور القدمين. طيب هذا خلاص، لا هذا هذا صحيح، هذا قامت بالواجب. هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج صلاة العيد؟ الأصل في حق من مات عنها زوجها أنه يجب عليه البقاء في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. إيش يعني حتى يبلغ الكتاب أجله؟ يعني تنقضي 4 أشهر و10 أيام، ما تخرج إلا في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة. فالخروج لصلاة العيد ليس من ذلك، ولذلك فإنها تمكث في بيتها. طيب، ويوجد أقوال لبعض أهل العلم في الخروج، خروج المعتدة في الحاجة، فيها تفصيلات في النهار، لعل نأتي عليها لاحقا إن شاء الله، لأجل الوقت الآن لا يسمح لا يساعد. يقول: والدتي كبيرة في السن أصابها النسيان، لا تتذكر الصيام والصلاة. نقول: إن كانت خلاص فقدت التمييز، ما عادت تعرف لا معنى الصوم ولا معنى الصلاة ولا ما، فمناط التكليف العقل، والعقل سقط فلا تمييز ولا تكليفة، وبالتالي لا صيام ولا قضاء ولا إطعام ولا فدية ولا شيء، لا عليكم ولا عليها. هذا من رحمة الله، من رحمة الله بالناس، رفع القلم عن 3. طيب، يقول السؤال: أين تصرف الأموال التي تضعها لنا البنوك من الربا؟ تصرف تخلصا لا صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب إذا أردنا أن نتخلص، وين نتخلص؟ في أي وجه من وجوه البر؟ فقراء، مساكين، أرحام، قارب، إصلاح حمامات مساجد، إصلاح طريق مثلا، صيانة، لا مانع تصرف في أي وجه. لو أعطاها لمركز دعوي طبعوا فيها كتبا، ما لا مانع، يتخلص في أي وجه من وجوه الخير. بعضهم اشترط، قالوا محروقات وحمامات، يعني مراحيض، وأن هذا مال خبيث ويوضع في المراحيض ويوضع تعبيد الطريق في المحروقات في كذا، لكن الراجح أنه هو حرام على من؟ على كاسبه. أما لما نعطيه لفقير، فقير ما هو حرام عليه، حرام على من أعطيه في بالربا، لكن ليس حراما على الشخص الذي نعطيه تخلصا في وجه من وجوه الخير. يقول أو تقول: لم يطرق بابي خاطب وطرقت الأبواب الشرعية، وأحيانا ينال مني اليأس ولا أريد أن أخسر ديني أو أذهب للمشعوذين، قد يكون بي حسد، قد يكون بي سحر، قد نقول طيب يا أخذنا، أول شيء رقية الشرعية معروفة، يعني تمسك الفاتحة 7 مرات والمعوذات 3 يعني تقرأيها على نفسك وتنفخي وتنفثي وتمسحي وتقرأي في ماء وتشربي وتسكبي، يعني هذه الرقية شأنها معروف حتى ينفك هذا ويصرف الله البلاء، ولا أحسن من معوذتين. ثم تبذل الأسباب الشرعية، وليك يتحرك. ليش الله جعل الولي للمرأة؟ حتى يتحرك الولي، يعني قد يفطن لها وتخطب. طيب وإذا ما فطن لها، وإذا ما انتبه الناس، ما هو كل البنات معروفات أنه هذه هنا في بنت للزواج، مو شرط يكتبوا على البيت يوجد، ما لازم الناس يدل بعضهم بعضا. ترى من أعظم وجوه البر والطاعة الدلالة على الفتاة المسلمة لتخطب، هذه لازم أن يتفطن لها. وأيضا تقوم مشاريع فيها النساء يدل النساء والرجال يدل الرجال، ويكون في ناس ثقات تشتغل على هذا الموضوع، لابد حل. تنفس صناعي لمدة 5 دقائق تعرض صائم فيها للغيبوبة ثم أفاق، لا يفطر، لا يفطر، التنفس الصناعي لا يفطر. أعمل في مطعم، زملائي يسرقون الوجبات ويبيعونها دون علم صاحب المطعم، هل يجب أن أبلغه؟ نعم، تنصحهم أولا، إذا ما ارتدعوا بلغ، أحب لأخيك ما تحب لنفسك،
من رأى منكم منكرا فليغير حتى تتوقف هذه السرقات. أشتري طعام للفقراء لأني أخاف يصرفونه في غير مصرفي. أخي أخاف ما هو عذر، سلمها لهم، إنما الصدقات للفقراء، إيتاء، وتؤتوها الفقراء إيتاء، هو يتصرف، هو أدرى بحاجته. لما نتأكد أنه في سفيه ما يمكن أبد إلا يشتري فيها حرام هذا شيء آخر، بس الأحوال الطبيعية نسلمهم. هل أفضل أن يتوقف طالب العلم عن طلب العلم حتى ينهي الحفظ؟ ده ما هو شرط، ممكن يحفظ ويطلب العلم، يعني يقرأ في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، ما هو لازم يوقف كل الأنشطة العلمية حتى يحفظ القرآن، هذا يطول، لا يأخذ وقتا يعني، لكن يركز على الحفظ. رزقني الله بثلاث بنات وزوجتي تلح باختيار نوع الجنين. إذا كان بطريقة مباحة لا بأس، والطريقة هذه قد تنفع وقد ما تنفع. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن في ناس يعطيهم إناث فقط، في ناس يعطيهم ذكورا فقط، في ناس يعطيهم ذكورا وإناثا صنف الثالث، ويجعل من يشاء عقيما صنف الرابع. هذه من الله. مسك الريح أثناء الصلاة يكره للإنسان أن يصلي وهو إيش؟ حاقب، حاقن، يعني يحبسه البول، يحبس البولا أو غائطا أو ريحا، يكره له ذلك. الملابس الرياضية فيها إسبال، طبعا تعتبر الإسبال فيها أيضا. طيب يقول إعطاء كفارة الصيام للخال إذا كان فقيرا لا مانع، محتاجا مسكينا. طيب يقول السؤال ماذا بالنسبة لسجود التلاوة، هل هو واجب؟ هو مستحب عند جمهور أهل العلم، مستحب. طيب سلمت على فتاة باليدين في رمضان هل بطل صومي؟ أثمت وعليك التوبة إلى الله، لكن ما يبطل الصوم إلا إذا خرج شيء من المني يبطل الصوم. يقول أنا من سكان الباحة، سأذهب إلى مكة أخذ عمرة، بمر بالميقات وادي محرم، بعد العمرة سوف أذهب إلى جدة وأمكث يومين، ممكن أحرم بأحرم يعني عمرة أخرى؟ نعم ممكن تحرم بعمرة أخرى لأبيك المتوفى كما تذكر في السؤال من جدة. طيب يقول السؤال ماذا يقول ان السؤال انه انه في رجل توفي وله زوجة وأبناء وتوفيت أمه بعده بثلاثة شهور، هل ترث الأم من إرثه؟ إذا توفي الابن قبل موت أمه ورثته، ونصيب الأم من تركة ابنها إذا توفي قبلها سدس المال إذا كان له ولد أو أخوان فأكثر، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وفي الآية الأخرى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا متى ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس؟ إذا كان الميت له أولاد أو كان له أخوان فأكثر. الأخ الواحد ما ينزل الأم من الثلث للسدس، لكن الأخوان ينزل والأكثر ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس. طيب ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله؟ هذا حديث جاء عند أهل السنن يعني وأبي داود والترمذي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، يعني الحمامات العامة، حمامات لأن فيها أحيانا انكشاف عورات وتساهلات، لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينه وبين الله. إذن متى قالت عائشة هذا الحديث؟ لما سمعت أنه في بلاد الشام نساء يدخلن الحمامات العامة اللي فيها الترويق، من زمان ما كان في
يعني مراوش في البيوت، فاللي تبغى تتروش تروح الحمام العام في ماء مسخن، ولكن تعذر في تساهلات وانكشاف عورات. فذكرتهن بالحديث، فهذا الحديث يحمل على التساهل. أما إذا امرأة شالت العباية وغطى الرأس في مكان آمن، بيت أختها، جارتها، مدرسة، آمن، لا مانع. يقول السؤال: عندي قطع غيار وهواتف محمولة وكروت شحن وصيانة، كيف الزكاة؟ عندك أموال نقدية وعندك أشياء معدة للبيع، سواء كان جوالات ولا كان كروت شحن، وعندك صيانة تأخذ منها فلوس، وعندك جوالات تبيعها، فمجمل ما عندك ما هو؟ إما مال ناتج البيع أو أشياء معدة للبيع. راح تحسب كروت الشحن كم قيمتها، الجوالات كم قيمتها، قيمة البيع لو بعتها، والفلوس اللي عندك النقدية، تجمع الجميع وتطلع على 1025. يقول الأخ: اشرح لنا في موضوع الدم والدم المسفوح ودم الإنسان. الدم المسفوح الجاري الذي يسيل، يشمل ما يسيل من الحيوان في حال حياته أو عند ذبحه، أو الدم الذي يسيل من الإنسان إذا جرح، كل ذلك يدخل في الدم المسفوح. هذا الدم نجس عند جميع العلماء خلافا لبعض المتأخرين، وقد دل على نجاسة الدم المسفوح القرآن والسنة والإجماع. القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقال إنه رجس، والرجس هو النجس. في الآية قال: فإنه رجس، والرجس هو النجس. ثانيا، حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش لما قال عليه الصلاة والسلام لها: فاغسلي عنك الدم، هذا غير دم الحيض، دم الاستحاضة، هذا دم مسفوح، يدل على، لما قال اغسلي عنك الدم يدل على نجاسته. طيب، كذلك فإن الإجماع قد جاء عن عدد من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك. قال الإمام أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه. إيش معناها؟ أنه الناس يعني العلماء ما اختلفوا أنه نجس. طيب، هذا بالنسبة لي يعني طبعا بعضهم قالوا صلى عمر وجرحه يثعب دما، طيب هذا معذور، ما عنده حل آخر، يعني ماذا يفعل؟ ما نزيف، سيصلي، ما في هذا شيء لا يمكن تلافيه، يخرج بشكل متواصل فلن يمنع النجاسة، ويأخذ حكم من به سلس، هذا اللي عنده نزيف مستمر يأخذ حكم صاحب السلس وسيصلي. طيب، بلاد فشت فيها الأديان والملل والشركيات، إيش يفعلون باللحوم؟ إذا وجدنا لحما نعلم أن الذي ذكاه مسلم أو كتابي فهو حلال، ذبحه، لكن خنقه صعقه لا 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 يجوز. طيب، وإذا واحد قال باسم المسيح وذبح، ذبح، نقول حرام. طيب، فإذا علمنا أنه ذكاه على الوجه الشرعي يسمى الله، لا شك في حله. إذا علمنا أنه ذكاه على غير الوجه الشرعي، قتله، صعقه، خنقه، سمى ولا ما سمى، خلاص حرام. ثالثا، أن نجهل كيف وقعت التذكية. هذا في نصوص تفيد بتسهيل فيه. إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليهم أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. وكذلك الشاة التي أهدتها اليهودية، طبعا الأصل ذبائح أهل الكتاب، لحوم أهل الكتاب جائزة لنا. في شيء مهم، استعمال غلبة الظن، يقول يغلب على ظننا أنه هذا مشرك، هذه من ذبائح مشركين، ويقول يغلب على ظننا هذه من ذبائح موحدين من السنة، ويقول هذا يغلب على ظننا أنه من ذبائح أهل الكتاب،
واحد يغلب على الظن يقول له هذه ما أظن، هذه يغلب على الظن حسب الأخبار اللي سمعناه أنه هذا مصعوق بالكهرباء، وهكذا يستعمل أيضا غلبة الظن في الموضوع. طبعا اللي الهندوسي والسيخي والمجوسي هذا الهندوسي يعني الملحد طبعا لا تؤكلوا ذبائحهم. لو قرأ المصلي الفاتحة من غير استحضار وما انتبه إلا في آمين، إذا ما خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس أعادها، لكن إذا خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس هنا المشكلة. من غفل عن آية واحدة ما يعيد، الآيتين الثلاث ما يعيد، لكن لو غفل عن كل السورة، لو غفل عن كل السورة فمن مما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يكررها ليحضر قلبه بدون ما يفتح على نفسه باب الوسواس. طيب هذا يعني تقريبا ما جاء من الأسئلة هنا، و وأما بالنسبة لما الأسئلة الأخرى لعلنا إن شاء الله يعني نأتي على بعضها مستقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. اذكر آية من الجزء السادس عشر تشهد لهذه القاعدة. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت عالية رزاق سليمان من السعودية. سؤال الجزء السابع عشر من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.